عودة إلى متابعة عالم الصباح لليوم الجمعة 30 آب 2013. بالبداية طبعا نحن وياكم مع هادي على الموضة وجان بول غوتيي. صباح الخير. صباح الخير جوزيف، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما عم يحضرونا. صلنا هلأ فترة عاملين جولة على التاريخ أهم دور الأزياء بعالم الموضة، يلي عملوا نوعا ما من ثورة وغيروا نظرة الموضة للعالم كلياته. ابتدينا سوا مع كريستيان ديور، شانيل، سان لوران، وبرجعنا انتقلنا شوي عن المصمم الإيطالي فالنتينو، واليوم رح نخبر أكثر عن تاريخ المصمم جان بول غوتيي. جان بول غوتيي من إحدى المصممين الفرنسيين اللي أخذوا نجاح كتير كبير، وجان بول غوتيي خلق بسنة 52. هون هلا منشوف صورته لمسيو غوتيي، وهو من اول ما بلشت انا حب الموضه كان هو من احدى المصممين الايكون، وبعده ما زال لحد اليوم. وعلى فكره اذا من هو صغير، من لما كان عمره 4 سنين، المصمم جان بول غوتيي بيقول هو بده يكون طباخ، يا اما بدك تكون طباخ بمارينز. من هيك بنشوف التيشيرت الريه تبعيته اللي اخذت سكسي كثير. على كل حال بنبلش خبريه المصمم جان بول غوتيي. فاذا المصمم جان بول غوتيي بيرجع شادي مصمم ازياء انا ما حدا بيعرف. على كل حال فإذا بننتقل لجان بول غوتيي. جان بول غوتيي درس تصميم الأزياء، وبنفس الوقت هو كان عم بدرس بيشتغل عند كمان أهم المصممين بوقتها، هو مسيو بيير كاردان. بيشتغل معه بنفس الوقت اللي هو كان عم يدرس، ومن بعدها اشتغل لفترة قصيرة، بيرجع من بعدها بيترك دار أزياء كاردان، بيرجع على كاردان بسنة الـ74. ومن بعد وبهيدا الوقت بيقول المصمم ما كان عنده بهيدا الفترة هو الستايل تبعه، كان يحترم شو كان بده يطلب منه المصمم كاردان، بس تعلم كثير. بيرجع من بعده بالـ74 بينتقل عندك بيير كاردان، وبينتقلوا سوا على مانيلا، وهو بيصير بمثل الكومباني بمانيلا جان بول غوتيي. ومن بعدها كان كمان اشتغل من بعدها عند بدار ازياء جان باتو وميشيل كوما، يلي كان كمان يشتغل لهم تصاميمهم، وبقول كمان المصمم كان وقتها فتره كثير حلوه اشتغل فيها. بسنة 76 كان أول، إذا بنرجع لأول مجموعة، الصورة الأسود والبيضة، سودة والبيضة، هذه كانت أول مجموعة للمصمم جان بول غوتيي يلي كانت ب 76، كانت أول مجموعة بيقدمها المصمم. وبسنة 82 بيشتروا الكومباني شركة يابانية، وهيدي كانت أول انطلاقة وبأسس دار أزيائه المصمم جان بول غوتيي. تميز جان بول غوتيي بالتصاميم يلي كانت مميزة، كانت مزيج اللمسات الرجالية والستاتية بنفس الوقت، والقصات الغريبة والمجنونة بنفس الوقت. ودغري بعد تقديم مجموعته بال 76 بفرنسا أطلقوا عليه اسم لانفون تيريبل، يعني الباد بوي تبع فرنسا. لانفون تيريبل صار كل من فترة لفترة يعمل مجموعات جديدة مع أفكار جديدة، وحتى طريقة التقديم كانت مختلفة كليا وجديدة. ب 83 كانت أول فترة وانطلاقة لمجموعته كمان الرجالية لجان بول غوتيي، يلي بيقدم ب 83 أول مجموعة له يلي كانت اسمه لوم أوبجي، أخذت سكسي كتير كبير، خاصة بالنظرة يلي كانت جريئة كتير بهيدي الفترة الثمانينات، يلي كانت كتير سكسي ورومانتك للرجال. وكمان بهيدي الفترة أطلق الكلت، الكلت الدريسنج اللي هي مثل التنورة للرجال اللي مستوحية من الستيل الإنجليزي.
هون بهيدي الفترة كانوا بعالم الموضة بفرنسا، كانوا هيك انه بفتره انه دوير شوكت، انه تحت الصدمه شو عم بيقدم لنا خاصه للمجموعات الرجاليه. هلا بفرنسا ما كان عنده سكسي كثير كبير من ناحيه الازياء الرجاليه، لكن كان عنده نجاح كثير كبير بانجلترا، لانه هونيك فهموا اكثر الستايل اللي عم بيمثله، وكمان كان في عندهم حريه اكثر الرجال ليظهروا شو اللي هي السكشواليتي تبعيتهم. ما كان عندهم تابو مثل غير بلدان، كانوا مفتوحين اكثر. بعدين بلش يضل يكفي بالشغل تبعه وبالتصاميم تبعونه، وبال85 بيفتتح اول بوتيك له جون بول غوتيه ب 6 رو فيفيان بباري. وامتى اخذ اول شهرة عالمية انفتحت للعالم كله؟ لما بلبس المغنية مادونا بالتسعينات وقت التور تبعها، وقت لبست الكورسي الكورني، مين ما منا ما بيتذكر، وهلا عامل شيء سلكشن انسبايرد من هيدي من الكورسي الايكونيك كورسي وقتها لبسوا، وعملوا سكسي كتير كبير. وهون وقتها بقول المصمم مادونا كان من احدى المغنيات المفضلين عنده، ما كان بحياته يفكر انه هو يصمم له، ولما صمم له مش كان براسه انه الشهرة، كان براسه انه جعباله يلبسها وبحبها للمغنية بس. لكن ثقبت اثنيناتهم، كان وقت الانطلاقة تبعيتهم يعني كانوا جود لك لبعضهم، فينا نعتبر في كتير مثلا مشاهير بيكونوا جود لك للمصمم، خاصة بالانطلاقات تبعيتهم. ومن بعدها بال 2006 كمان، مش من فتره كثير قديمه، كمان بالتور تبع مادونا الكونفشن كمان لبست وصمم لها مجموعات خصوصي لها للتور تبعها للمغنيه مادونا. بنفس السنه كانت سنه انه منيحه ومش منيحه، بسنه بالتسعينات بنفس السنه كمان صار البارتنر تبعه وصديقه الحميم لجون بول غوتيه بيتوفى من مرض الايدز، ومن بعدها بيعمل مثل تقديم ايفنت خصوصي للايدز وتوعيه حول الايدز. ب 92 بيعمل المصمم بيطلق مجموعته جون بول غوتيه جينز يلي اخذت سكسي كثير كبير. بنفس السنه كمان ب 92 بيطلق العطر تبعه يلي اخذ سكسي كثير كبير للسيدات بشكل الكورسي، يلي كان الباست سيلينج برفيوم. اول شيء بال 92 كان للسيدات، ومن بعدها بكم سنه كانت للرجال. ب 93 وقت المصمم غوتيه بيصير وبينضم لبرنامج بروجرام اسمه يورو تراش، وبصير هو بيقدمه واخذ سكسي كثير كبير. بال 97 كان اول انطلاقه للمصمم غوتيه ليطلق مجموعته الكوتور، بعد ما كان يقدم لفتره طويله مجموعاته لبريت ابورتي. بال 99 احدى الشركات بيعملوا له انفستمنت بالشركه تبعيته ب 15 مليون دولار، وبيسموها بقت هيدي الفتره هيدا دريم مارج. ومن بعدها كمان صمم لعده افلام من بيناتهم واهمهم فيفث اليمنت وسيتي اوف لافز تشيلدرن، صمم الازياء تبعون الفيلم. بال 2001 المصمم جون بول غوتيه بيحصل على اهم اوورد اللي هو شيفاليه دو لا ليجيون دونور، انه عمل اشياء كثيره، وهيدي كل مصمم بيحصل عليها بيكون وصل للتوب، لانه كثير صعب للواحد يحصل عليها. وبال 2003 المصمم جون غوتيه بالاضافه لللاين تبعه بالكوتور بالبريت ابورتي بينضم لاحدى اهم دور الازياء وهو دار ازياء ارماس. بعد ما كان المصمم مارتن ماجيلا بيشتغل عند ارماس بينضم
جوتيه ل لا من 2003 ل 2005، بيرجع بعدين بيترك ليركز على المجموعات تبعونه. بال 2009 كان من احدى اوائل المصممين. هون عم نشوف مجموعات على فكره ارماس يلي صممها جوتيه. وبال 2009 كان اول مصمم بيعمل مجموعه خاصه للجاينت تارجت بامريكا بمجموعات بتصاميمه لمجموعات افوردبل بتناسب كل الميزانيات، من بعدها لحقوه عدد كبير من المصممين. فاذا وبالسنه ال 2011 على فكره بعد من 2003 ل 2011 بضلوا يشتغل المصمم بدار ازياء ارماس، وبعدين بخلص الكونترا تبعه. وبال 2011 هي لونش هيز بيعمل لونش لاول سويمينج سوت، مجموعه سويمينج سوت مع لا بيرلا. وغوتيه كمان هي واز ابوينتد ليكون الكرييتيف دايركتور ليصمم الاناني والديزاين لدايت كوك ب 2012. وهلا اصلا لدايت كوك في عندنا مارك جيكوب يلي قريبا كثير كمان رح نعرف اكثر عن مجموعاته. هيدي اهم نقاط واهم اشياء للمصمم جوتيه يلي صارت بعالم الموضه. وفينا نعتبر انه جوتيه من لونفون تيريبل، بعده لحد اليوم لونفون تيريبل عمل كثير تغيرات بالموضه الفرنسيه وبالموضه العالم كلها ياتا بطريقه التقديم وبالنظره. وبنعد جوتيه من احدى المصممين يلي عنده الايجابيه والفرح التام، بتشوفوا شو ما صار معه قديش بيصير معه ابس اند داون وهيك، بس على طول بتشوفوا من المصممين متفائلين انه بكره اليوم جديد. وهذا الشيء الحلو يعني ازيقه رائع. انا عندي ثلاثة بليزرز او اربع بليزرز منه، ما بكبوا معنا راحت موضتهم بس هدول التايمليس بيسز اجمالا. هو بحب الالوان، وقتها كان تقريبا بالتسعينات كان يحب الالوان الازرق والتي شيرت المارين هي التريد مارك تبعه. اكيد ما ننسى انه كمان جوتيه غير الازياء الرجاليه عنده الازياء للاولاد اللي كان منها كثير حلوه. والحلو على فكره الازياء الرجاليه في عند وللصبيان عند جوتيه جونيور فيهم بيلبس البي والابن نفس الشيء، وشغله كثير حلوه. على الحال هيدا كان كل شيء لليوم. انا ان شاء الله بشوف مشاهدينا الاسبوع الجاي، واسبوع الجاي عندنا التريبيون لاحد المصممين كمان اللي عملوا ريفولوشن بعالم الموضه، لكن عالم الموضه خسروا على عمر كثير صغير، وهو ألكسندر ماكوين. كونوا معنا أسبوع الجاي. Thank you هاديا، بنشوفك الأسبوع القادم. لكل المشاهدين المكملين، نحن وياكم بعد هالبريك رح بنكون مع رشة ملح وخفيف نضيف مع كارلا.